انتوا عارفين برنامجنا بيروح كل الأماكن، كل المدن، ومن محافظة لمحافظة بنحاول نقرب لكم المسافات، عن ناس بتشتغل صح، عن ناس بتقدم لكم خدمات صح، يعني بنحاول نقرب لكم المسافات بينكم وبينهم. والنهاردة هنبتدي أول فقرة في محافظة الإسماعيلية مع مطعم الأسطول، وتاني فقرة هنجيلكم في مصيف جمصة من مطعم السوري نبع طيبات. إن شاء الله برنامجنا النهاردة ينال إعجابكم. تعالوا بقى بينا نروح على طول دلوقتي محافظة الإسماعيلية، وبالأخص بقى مطعم الأسطول. مطعم الأسطول مطعم المشاهير. أيوة فعلا مطعم المشاهير، وكله هيبان معانا في التقرير. دخلنا المطعم شفنا ديكور عظيم كأنك جوه سفينة، ده غير المنيو اللي مجمع كل حاجة وفي تطور، وعندهم بجد اختراعات. لما طلبولنا الأكل كان خيالي، مش بس في طعمه حتى في تقديمته. أنا كلت طبق، لأ ثواني، مش طبق، أنا كلت صدف، كلت في صدف. أيوة فعلا كلت رز بالجمبري، بجد ما كنتش متخيلة جماله، أنا ما كنتش عارفة أنا باكل إيه. ده رز بالجمبري؟ لا دي باستا، لا دي بيتزا، لا طب أنا باكل إيه؟ فعلا فعلا مجمع كل حاجة. شوربة سي فود خطيرة، خطيرة بمعنى الكلمة، كل حاجة بتجيلك متقشرة عشان ما تزفرش ايدك وما تتعبش وتمل من الاكل. عملنا لقاء مع صاحب المكان، حقيقي انسان محترم، بدأ حياته من الصفر، بدأها خطوة خطوة لغاية ما بقى عنده الصرح ده اللي هو الاسطول. تعالوا معانا مشاهدينا نروح مطعم الاسطول وناكل هناك. الحاج سيد صاحب مطعم الاسطول للمأكولات البحرية. مطعم الأسطول بيقدم مأكولات بحرية في إسماعيلية، من أشهر المأكولات البحرية. عندنا أطباق مميزة جدا زي رز الأسطول وشوربة البحر وشوربة البياجرا وشوربة البطارخ وبسبوسة البطارخ، وحاجات جديدة جدا يعني إن شاء الله نتعرف عليها مع بعض. والله حضرتك إحنا في عندنا زي ما قلت لحضرتك طبق رز الأسطول، ده طبق حلو قوي، بيتعمل بالسبيط والجمبري وبيخش معاه بطارخ وكابوريا مخلية وبياخد جبنه موزاريلا ومايونيز وبيخش الفرن وفلفل الوان، بيبقى حاجه خطيره جدا وسعره مناسب لكل الطبقات يعني. والله احنا عندنا هنا الفرد ممكن ياكل من 50 جنيه لحد 100 جنيه 150 حسب اختياره هو، يعني طبق الرز اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت تكلفته 45 جنيه، وممكن يكفي فرد هو معاه طبقين سلطه كبار وطبق الرز فيه سبيط وجمبري زي ما قلت لحضرتك وبطارخ وكابوريا، وبيخش الفرن وشكله حلو قوي وطعمه حلو قوي، وانت مش عارفه اذا كان ده رز ولا بيتزا، فحاجه خطيره جدا يعني. والله احنا علشان احنا هنا في اسماعيليه فبنجيب السمك بتاع السنار، الدنيس بتاع السنار والقاروص والبوري والبلطي، فاسماكنا كلها قنال بصفه ان احنا شغالين هنا في اسماعيليه، واسماعيليه طبعا بلد السمك معروفه يعني. والله بنحافظ على التباعد بين الترابيزات وبين بعضها، وطبعا بنلتزم بالكمامه وبنلتزم بالمطهرات والنظافه والتطهير على طول اول باول.